بنرحب بحضراتكم واول فقره حواريه معانا قبل الفاصل. كنا بنتكلم ان احنا هيبقى معانا رياضه مختلفه هي جايه لنا من البرازيل، هي اسمها رياضه الكابويرا، من اقوى الالعاب المفروض القتاليه اللي بتعتمد على الركلات، وبتعتبر كمان ركله الكابويرا دي يعني زي ما هم بيقولوا اقوى ضربات الالعاب القتاليه. الكابويرا من الالعاب الحديثه بمصر والوطن العربي، وبيجد فيها الكبار زي ما بيقولوا متعه في ان هم يمارسوها وكمان يشاهدوها. وعايز اقول لحضراتكم كمان معلومه صغيره جدا خدتها من ضيفنا قبل الهوا، هو بيقول لي الرياضه دي من رياضات يعني دفاع عن النفس، بس عشان تمارسها لازم كمان تعرف ازاي تغني. ميكس غريب هنفهم اكتر مع كابتن سليمان مدرب رياضه الكابويرا. صباح الخير. صباح الفل. موضوع كبير قوي شكله جدا. منورنا وسعداء بوجود حضرتك معانا. وايه بقى التفصيله الغريبه اللي قالتها نهوان دي؟ التفصيله هي يمكن غريبه شويه، بس هي جايه من نشاه الكابويرا كتاريخ. الكابويرا نشات اثناء الاحتلال البرتغالي للبرازيل، واثناء لما كانوا بيخطفوا العبيد الافارقه من افريقيا للامريكتين، فكانوا بيشتغلوا العبيد الافارقه في المزارع مع الاقطاعيين والكلام ده، فكانوا منعينهم ممارسه اي رياضه. فالعبيد قرروا ان هم يقوموا بثوره، بس هم ممنوعين ممارسه الرياضه، فمش عارفين يدافعوا عن نفسهم. كان مسموح لهم بحاجه واحده بس، ان هم يعملوا الفولكلور دانس بتاعهم بعد العشاء على طول كل يوم. فخبوا جوه الفولكلور دانس كيكس، ضربات رجلين وسقطات. فبقى لما الاقطاعيين بيشوفوه ضمن الحركات الراقصه يعني بالظبط بقى فلما حضرتك تشوفه من بعيد بيتهيالك ان هو بيرقص، بس هو في الحقيقه بيتمرن وبيلعب فايت. ومن هنا جت حته ان رياضه الكابويرا عشان تبقى كابوريستا، ان انت لاعب كابويرا لازم بتعزف اربع الات موسيقيه، بتغني، بتعمل موفمنت اكروباتيك موفمنت زي الجمباز، يعني فيها فلكسبيليتي عاليه جدا بلس الفايت. فهم الاربع حاجات دول جزء لا يتجزا من الكابويرا، واللي بيحصل له دروب في حاجه فيهم ما يبقاش بيلعب كابويرا. رياضه شيقه جدا على جدا. انا شخصيا اول مره اسمع عنها الحقيقه جدا. يعني بس ممكن حد يعني يقول لك يعني ايه ادافع عن نفسي واغني، صح؟ اللي بيغني مش اللي بيلعب، اللي بيغني هي الكابويرا تكوينها تبقى حاجه اسمها رودا سيركل فايت، دايره. الدايره دي بتتكون من الناس، يعني اللعيبه كلهم بيوقفوا دايره، في حاجه اسمها باتيريه، الباتيريه اللي هم الانسترومنت اللي بيعزفوا الالات الموسيقيه الاوركسترا يعني. دول اللي بيغنوا، وبيغنوا حاجات للكابويرا وللرياضه مش للحب، هم بيغنوا اغاني بتديك حماس وانت بتلعب كفايت، مش اغاني عن الحب. لكن الفايت نفسها بتبقى فايت بالشكل الكلاسيكي المتعارف عليه، ولا برضو بتبقى في ضمن اطار راقص نسبيا او حركات تبدو راقصه؟ حركات تبدو راقصه. اوكي. و في جواها بيبدا الفايت. الفايت بيبقى بتاعنا طبعا الركلات بتاعتنا قويه جدا، بس احنا فينا برضو ميزه لطيفه جدا عن بقيه الفنون القتاليه، ان احنا مش بنضرب ضربات وانت تصد، لا احنا بنسكيب. السكيب عندنا اسمه سكيفا، يعني ازاي ان انا لما بتديني الكيك انا مش بصدها، ودي ميزه لطيفه قوي، لانك في اي لعبه لما بتصد بتتوجع على فكره طبعا، وبعد كده بتاخد كيك بتوجع، فبيبقى الوجع مضاعف. يعني ما بتلمسوش بعض يا كابتن سليمان ولا ايه؟ لا، 90% يعني انت بتهربي بالضربه بتطلعي بتعملي كيك ثانيه، فده بيعلي سرعه رد الفعل. لكن لو ما عرفتش تهرب بالضربه بتتحسب نقطه ضدك طبعا. لصالح اللي ضربها يعني طبعا. وهي اصلا المين بتاعها ان انا اخليك تلوز يور بالانس، ازاي ان انا اخليك تفقد توازنك وتقع على الارض. لما بتقع على الارض الجيم بينتهي تمام. فهي رغم ان هي حركات، فيها حركات استعراضيه وفيها اكروباتيك، بس المين بتاعها ان انا اوقعك. طب انت اشمعنى اخترت الرياضه دي تحديدا وقلت هتركز فيها وتبقى مدرب فيها وكده؟ والله هي كان حاجه غريبه جدا، قصه غريبه جدا. انا اتعرفت عن طريق حد صديقي اسمه كابتن محمد تايجر، هو اللي عرفني على الرياضه دي، وجي المدرب البرازيلي وانا كنت اخر واحد ممكن العبها عشان جسمي برده تقيل بالنسبه لها والكلام ده، وفوجئت ان المدرب قال لي انت هتبقى مدرب في يوم من الايام. انا استغربت جدا. قلت له لا انا اخر واحد ممكن ابقى مدرب عشان هي محتاجه اكروبات. لا لا انت هتبقى مدرب. وفعلا مع الوقت يمكن في ناس كتير قوي انشغلت من الجروب، وبقيت انا تقريبا اللي بدات في مجموعه ورش، خدت مجموعه ورش. انا بقالي 11 سنه بلعبها ما بين البرازيل وهنا، وهم طبعا المدربين بيجوا هنا كل سنه في حاجه اسمها باتيسادو، ودي حاجه بتحصل كل سنه هنا في مصر محدش يعرف عنها حاجه كتير، ان هو المدرب البرازيلي بيجي الماستر والكونترا ماستر بيجوا بيسلموا الاحزمه وبيسلموا شهادات انترناشونال طبعا للعيبه عشان يبقوا سيرتيفايد ان هم يمرنوا وان هم يبقوا لعيبه.
حضرتك قالوا لك انك برضو شبه برازيليين. حتى يعني دي عامله لي مشكله. اللعبه اثرت. اللعبه مش مأثرة والله من وانا صغير هي شبه البرازيل. لا بجد بس على فكره هي الكالتشر في البرازيل احنا شبهنا جدا. يعني اللاتينز عامه شبهنا شويه صح؟ والبرازيل بالذات احنا شبهنا حتى في الكوره تقريبا. الناس كلها هتلاقيها بتحب البرازيليين. صحيح. الناس البرازيليين شبهنا جدا في التعامل. البلد تقريبا يعني شبه بعض الى حد كبير جدا في حبهم للميوزك، حبهم للضحك، كل حاجه شبهنا تقريبا. بس كابتن سليمان انت بتقول ان انت شخصيا بتمارس الرياضه دي بقى لك 11 سنه او بتدرب فيها بقى لك 11 سنه، وبتقول ان من سنين كل سنه بيجي مدرب برازيلي او مجموعه مدربين برازيليين عشان الايفنت اللي انت حكيت لنا عليها دي، ومع هذا الرياضه مش مسموع عنها برضه. هقول لحضرتك حاجه، في رياضات كتير قوي مهضوم حقها في مصر طبعا نتيجه مع احترامي برضه يعني السبوت اللي بتبقى على الرياضات القويه زي كره القدم والكلام ده كله. طبعا تمام. انا عندي مثلا حاجات يعني قصص نجاح لناس جامده جدا في الكابويرا، من ضمنهم قصه حد اسمه محمود معايا، هو سبيشال نيد، اول واحد سبيشال نيد في الميدل ايست يمكن في يوروب كمان بيلعب كابويرا. تمام. هي. واول رياضه يمارسها في حياته واثرت في حياته جدا، ودلوقتي بقى بيساعدني في التدريب كمان. احنا شفنا فيديو فعلا ليه. صحيح بالظبط. فدي حاجات يعني مهمه جدا، وانا شايف ان الكابويرا مؤثره جدا في مصر في الفتره الحاليه بالذات. في عنف، في الاطفال كتير جدا عندهم فرط حركه. تمام. هي مناسبه جدا لده، بتقلل العنف جدا جدا جدا، وده حصل يمكن في افريقيا في اليونسكو اليونيسيف استعملوها لبعض الكره المتنازعه اللي كانوا الاطفال فيها بيحملوا السلاح. وفعليا اشتغلوا عليهم برياضه الكابويرا، وبقوا دلوقتي لاعبي الكابويرا مهمين جدا في العالم، وسابوا السلاح وبقوا بيسفول جدا، بقوا عايشين في سلام. بس احنا مع الكابويرا ملهاش اتحاد ومش موجوده في نادي، صح كده؟ بالظبط، لان في مشكله بس عالميه في الكابويرا. الكابويرا يمكن حضرتك ممكن تذهل ان احنا مدرستنا بس ليها 200 فرع في العالم، وفي اكتر من 2000 مدرسه في العالم. فتخيل حضرتك عدد لاعبي الكابويرا في العالم قد ايه، بس هم رافضين ان هي يدخلوها في الاتحاد او يعملوا لها اتحاد، فعاملينها كمدارس علشان خاطر يفضلوا محتفظين بالشكل البرازيلي اللي هم متعود عليه، لان هي جزء يعني من تاريخ. حاسوا ان ده ممكن ما يتحققش لو كانت مش سواء ليها اتحاد مباشر او تابعه للاتحاد ليها علاقه بالفنون القتاليه. بالظبط، كان هيحصل مشكله كبيره جدا في اختيار رئيس الاتحاد والكلام ده كله، لان بقول لحضرتك اكتر من 2000 مدرسه. فهم فضلوا ان هم يحتفظوا بيها كمدارس، وفاميليز كتير، عائلات كتير جدا على مستوى العالم، وبيحصل بطولات دوليه وبطولات عالم على فكره عن طريق المدارس دي. واحنا كنا مؤهلين السنه اللي فاتت كاول فريق عربي في بطوله عالم في البرازيل. فريق عربي اللي هو تابع للمدرسه اللي حضرتك للمدرسة فيها. احنا مدرسه كوكينو بقى. لا من غير بقى ما نقول. ما هي ما فيهاش. سيب لنا شيك بقى قبل ما تمشي. لا هو مش اعلان اصلا، هي المدارس اوريدي يعني شيء عادي وموجوده في العالم كله، يعني ما فيش اعلانات فيها. طب هل عملتوا يعني اي جهود تجاه ان يبقى الرياضه دي معروفه وليها مريدين وليها رواد وليها؟ هو اوريدي انا عندنا تيم، وعندنا تيم كبير مش صغير. بس برضو احنا شغالين زي ما بيقولوا slowly but sure. لازم الاول علشان انا ابقى مدرب، وحضرتك تعرف يعني حضرتك عرفتني عن طريق فيديوز ناس شافوها، لازم الموضوع يبقى فيجوال شويه، متشاف ان انا عندي ارضيه لعيبه كويسه عشان خاطر الناس تعرف الكابويرا. وده حقق ناس السنتين اللي فاتوا، يمكن لولا كورونا هي اللي عطلت شويه، بس الحمد لله دلوقتي رجعنا تاني واقوى من الاول. فالفتره الجايه نتمنى ان يبقى في سبوت على الرياضات اللي زي الكابويرا والكابويرا، علشان خاطر انا فعليا حاسس ان هي ممكن تاثر في الاطفال جامد جدا. طب هو اوريدي بس يعني بيمارسوها دلوقتي اطفال؟ لا ولا كبار، معايا كبار طبعا. معايا كبار، بس انا بتكلم دايما بهتم بالطفل عشان خاطر في جانب النشء يعني. بالظبط النشء، وهي مهمه جدا كسايكولوجي، وده حاجه برضو لازم نحط عليها سبوت في المارشال ارتس عموما، المدربين ان هو يبقى دارس سايكولوجي كويس. صح للاطفال. صح. غريب ان هنا يعني هي متصنفه من ضمن او تحت مظله الرياضات القتاليه اللي هي عنيفه، ومع هذا الكلام اللي انت بتقوله عن انعكاساتها الايجابيه على الاطفال. لا هو في دي برضو نقطه لازم نتكلم عنها، يعني ايه فنون العاب عنيفه؟ ما فيش حاجه اسمها العاب عنيفه. تمام. العاب العنيفه هي العنيفه مصنفه عنيفه للجسد، زي كره القدم لعبه عنيفه، هاند بول عنيفه، باسكت بول عنيفه. لكن المارشال ارتس اسمها فنون قتاليه. قتاليه. تمام. فنون القتاليه اول حاجه لازم حضرتك لما بتيجي تختارها بتختارها على اساس فلسفتها، هي ليها فلسفه، لان انا الطفل النهارده لما بعلمه مارشال ارتس انا بديله سلاح. صح. فهيستخدمه ازاي؟ لازم حضرتك تبص للمدرب بتاعه هيعلمه يستخدم ده ازاي. ده اول حاجه، وده الجانب السيكولوجي اللي مهمل في اوقات كتير. ان احنا شفنا في الفتره اللي فاتت فيديوز لبعض المدربين بيعاملوا الاطفال بعنف جدا في التمرين، ودي طبعا حاجه مرفوضه.
المفروض ان الطفل انا بلعبه فنون قتاليه بعلمه علشان ده يقلل العنف مش يزوده. فدي برضو جانب مهم جدا، الجانب السيكولوجي بجانب الجانب الرياضي اللي احنا بنشتغل عليه. طيب هو الوقت بيجري، بس انا حابه برضو يعني استغل وجود حضرتك معانا دلوقتي، لو حد بيتفرج علينا من المسؤولين يعني في الرياضه، وحضرتك اكيد نفسك ان الموضوع يبقى ليه اتحاد او هذه الرياضه، ونفسك أكيد كمان ان هو ينتشر اكيد في النوادي، أكيد يعني ينال اهتمام اكتر، فازاي حضرتك بتواجه رساله او يعني نقطه الاقناع هنا ان قد ايه هذه الرياضه مفيده او ان هي هتفرق لو فعلا انتشرت اكتر؟ نقطة الإقناع اللي احنا نقدر نعملها ان احنا ممكن نعمل برزنتيشن في اي وقت في اي مكان، ان احنا نقدر الناس تشوف ده، لان برضو الكابوريا مهما اتكلمنا عنها تمام لازم الناس تشوفها، تشوف التيم الولاد اللي معايا وصلوا لغاية ايه ومستواهم بقى ايه، يعني من زيرو يشوفوا السبيشال نيدز عندنا ازاي بقوا اتغير الموضوع في حياتهم واثر فيها، لازم يبقى في وجودنا يعني احنا موجودين. طب في الاطار ده هل بتعملوا مثلا فيديوهات بتكونوا حريصين على ان هي تنتشر وناس تشيرها عشان تتعرف اكتر؟ في طبعا، وهو دوت يعني اللي بيخلي الناس تبدا تيجي، وفي اطفال كتير جدا جولنا وعندهم مشاكل كتير، في اطفال عندهم فرط حركه كتير جدا معايا، في اطفال كان عندهم مشاكل في حته ان هو الخجل والكلام ده كله، ده كله بيتعالج لان الكابويرا هي اللعبه الوحيده الفرديه بس هي جماعيه. فبتدي ثقه في النفس جامد جدا ان طفل عنده 5 سنين يقف يغني قدام المجموعه، دوت بيديله ثقه يلعب مع حد كبير، بنت تلعب قصاد ولد، لان احنا اللعبه برده ما فيهاش لمس، فالموضوع بيدي طبعا قوه جامد جدا وبيدي ثقه في النفس جامد جدا. والله يا كابتن سليمان يعني انا دلوقتي فاتحه برده اللايف ستريم، ناس كتير جدا بعته وناس معجبه بالرياضه جدا، بتقول لك طب احنا ممكن نقدم ازاي، في حد بيسال طب يقدم ازاي، بس هي بتالي حاجه خاصه دلوقتي بقى. هي حاجه خاصه دلوقتي ممكن عن طريق برايفت حاجه برايفت لو حد حابب اللي هو يتعلم، لان دلوقتي ما فيش مكان يعني ممكن حد يتدرب فيه، فممكن يبعت بقى على صفحه كابتن احمد سليمان وهو يتواصل معاه يعني. طب ليه مش عاملين على الاقل موقع مثلا؟ يعني قلنا مسألة عدم التبعية للاتحاد متعلق بالفنون القتالية ده خلاص أمر يعني كلمنا فيه، طبعا على الأقل يكون في موقع معين ده يساعد على نشر أو أكاديمية الرياضة. حتى صح في موقع أنا يعني عندنا أوريدي، إحنا عندنا المدرسة بتاعتنا وعندنا موقع انترناشونال اسمه كابويرا وورلد على الفيسبوك، ده حاجة مهمة جدا، في كل مدربين العالم موجودين عليه واحنا موجودين عليه يعني الحمد لله بصفه دايما. يعني اللي عايز يقدم لاولاده او هو عايز هو نفسه يشارك في الرياضه دي يدخل على الموقع ده اللي حضرتك قلت كابويرا، يخش على كوكينو بانو برازيل، طبعا كوكينو بانو ايجيبت اللي هي اسم المدرسه بتاعتنا. اوكي، طب احنا بالمقارنه بالبرازيليين عاملين ايه في الرياضه دي؟ طبعا مأخذاً في الاعتبار ان المنبع عندهم هم. واحنا هنتكلم على حاجه الطف بكتير، انا هقارن نفسي بالدول اللي خدت الكابويرا زينا في اوروبا مثلا. احنا مستوانا الحمد لله بشهاده المدرب بتاعي ان هو عنده اكتر من 30 مدرسه في اوروبا، ان الاطفال عندنا مستوى استيعابهم اعلى بكتير، وده موجود في الفيديوز المقرب هنا. وطبعا البرازيل احنا بنتكلم اللعبه الاولى في البرازيل هي مش الكوره، هي الكابويرا، واللي الناس ما تعرفوش ان معظم المغنيين البرازيليين ومعظم لعيبه الكوره البرازيليين ليمار ورونالدو ناس كتير جدا بيعملوا اصلا سبونسر لمدارس كابويرا في البرازيل. لان دي جزء من الكالتشر بتاعتهم، افتتاحيه كاس العالم في البرازيل كان فيها لعيبه كابويرا طبعا. هايل احنا تلاقينا اتفرجنا على الاستعراضات اللي اتعملت في الافتتاح وفاهمين ان ده تابلو استعراضي، مش واخدين بالنا ان دي رياضه مستقله. وفي حاجه تانية جدا، كل افلام السوبر هيرو اللي الاطفال بيحبوها والكبار بيتفرجوا عليها 90% منهم بيلعبوا كابويرا، ممارسين للكابويرا علشان خاطر يقدر يعمل كيكس ويضرب بستايل ويعمل اكروباتيك ويتشقلب في الهواء وينزل، هم دول لعيبه كابويرا مش لعيبه اي فن فنون قتاليه غير الكابويرا، لان الكابويرا بتديك ستايل جامد جدا. بس هي فعلا يعني انا هختم بالسؤال ده، بس هي فعلا هتعلمني دفاع عن النفس؟ يعني طبعا. يعني يوم ما مثلا لا قدر الله حد هيتعرض لحاجه هيقدر يدافع عن نفسه، خصوصا ان احنا شفنا التدريبات ما فيش يعني اللعيبه مش بيلمسوا بعض حتى، ما فيش قوه يعني زي ده نتيجه لقوه الضربه. نتيجه لقوه الضربه ونتيجه ان احنا فاهمين اوريدي بعض، بس لو حضرتك لعبت حد مش لعيب كابويرا هيتأذي جامد جدا، وده حصل في حادثه تحرش قريب في البرازيل. واحده زميلتنا لعيبه كابويرا والاثنين دخلوا عنايه مركزه حتى ما كانواش عارفين ياخدوا اقوالهم. لا مش فاهمه، هم تعرضوا هي يعني اللي حاولوا يغتصبوا بعرض الاثنين كانوا فعليا في العنايه مركزه، منهم واحد تهشم في الجمجمه هنا. لا احسن ده خبر كويس. فاللعبه يعني لا هي عمليه جدا.
طب رائع. ونقدر نقول برضو الطفل مامته تبقى قلقانه ان هو يروح يمارس ده في على اصحابه في المدرسه، يعني في الى حد ما كمان تغذيه للروح من خلال الموسيقى والغناء. بالظبط، هي حلوه، حلوه الرياضه هي دي. فيها سلام جدا، والولد بيفرغ طاقه في التمرين. ما عنديش ولا حاجه حصلت بقالي دلوقتي 11 سنه ان طفل حتى تعدى على زميل، لان هو اوريدي بيمارسها. احنا واحنا الاطفال صغيرين ما بنقولش ضرب، بنقول بلمهم الكابويرا كويستشن اند انسر، سؤال وجواب، مش فايت، مش ضرب، ما بقولوش اضرب والكلام ده خالص. لغايه سن 13 سنه بيتعلم بالطريقه دي. هايل جدا، بشكرك كابتن سليمان بجد، فقره جميله ورياضه اجمل بصراحه. كل التوفيق بقى ليكم ان شاء الله. ميرسي جدا على المستقبل، نورتنا وموفقين في اللي جاي كله ان شاء الله. ميرسي جدا سيد حضرتك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه عشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.